وكان يقول من وصاياه الجميلة يوصي أبناءه قوله مرة: أوصيكم باكتساب المعروف واصطناعه، وبالتلذذ بجميل نسيمه، وارضوا بمودات صدور الرجال، فكم من رجل صفر عيشه، افتقر من المال، فكم من رجل صفر عيشه عاش به هو وعقبه دهرا، عاش بذلك المعروف الذي كان يصطنعه. وربما استنشد رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض شعره، يروي الطبراني أن عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول لها يعني برة إذا دخل بيته: ما فعلت أبياتك يا عائشة؟ فتقول: أي أبياتي يا رسول الله؟ فهي كثير. فيقول صلى الله عليه وسلم: أبياتك في الشكر. فتقول: نعم. وأنشدت: ارفع ضعيفك لا يحر بك ضعفه، يوما فتدركه العواقب قد نما، يجزيك أو يثني عليك، وإن من أثنى عليك بما فعلت كمن جزى. ارفع ضعيفك لا يحر بك ضعفه، لا يحملك ضعفه على عدم رفعه، لا يمنعك من اصطناعه والإحسان إليه ما ترى من ضعفه وسوء منظره ورثاثة حاله، لأنه ربما تدركك عواقبه قد نما، قد رفعت وسودت، فحينئذ تكون قد اصطنعته، لأنه ماذا سيفعل؟ سيجزيك بالذي فعلت أو يثني عليك، إذا لم يجزي فأقل ما يصنع أن يثني، وإن من أثنى عليك بمن فعلت كمن جزى. فيقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أنشدته عائشة هذين البيتين قال لها: صدقت، عندما يجمع الله الأولين والآخرين ليوم الحشر يقول لعبد من عباده: أجرى نعمة له على يد عبد من عباده، هل شكرته؟ هل شكرت ذاك الذي أسديت لك النعمة على يده، أجريت لك النعمة على يده؟ فيقول العبد الذي أنعم عليه: أي ربي عرفت أن ذلك منك فشكرتك. فيقول الله له: ما شكرتني إذ لم تشكر من أجريت لك النعمة على يده. هذا حديث ضعيف لكن يشهد له ما رواه الإمام أحمد، وهو حديث صحيح، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من لم يشكر الناس لم يشكر الله، من لم يشكر الناس الذين وصلتك نعمة الله على أيديهم فلم يشكر الله الذي أنعم بالنعمة.